استغلالا لمكالمة هاتفية واردة عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني 1055، مفادها دخول أشخاص ليلا إلى منزل شاغر بدوار سيدي العشال بلدية واد الخير ولاية مستغانم مخالفين لإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا. على الفور تم التدخل من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد الخير بإحاطة المسكن واتخاذ جميع الإجراءات، أين تم ضبط شخصين متلبسين في عملية السرقة داخل المنزل. بعد استدعاء الضحية وامتثاله في اليوم الموالي اتضح من بين المسروقات مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والعملة الأجنبية. العملية مكنت من توقيف 4 أشخاص من أجل تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد وظرف الليل مخالفة القوانين والمراسيم الخاصة بالحجر الصحي.